اولا انا شارك في الجمعيه المنظمه اللي هي الجمعيه ديال ضحايا الارهاب وفي المغرب، واللي هي التحقت بها ك يعني انسان مساند للقضيه ديال الذاكره الخاصه بالضحايا الارهاب فيها. ومن جهه ثانيه طبعا الهموم الاعلاميه اللي كيمكن تكون بالنسبه الانسان منشغل بقضايا هذا البلد. بالنسبه للحفاظ على الذاكره تاع الضحايا تاع الارهاب، واش المغرب توفق في هذه القضيه؟ كاين السهر على هذه العمليه بالنسبه للجمعيه بعدك، هذه من بين الاهداف ديال وجودها والغايات اللي كتسعى لتحقيقها. لكن طبعا الى غادي نتكلموا بشكل موضوعي خصنا نشوفوا المجتمع كما هو، واللي هو القضية الإرهاب حتى في وقائعها المأساوية ما تفعلش معها بشكل اللي يتحول إلى وعي خاص ضد الفكر المنتج والممارسات المنتجة للإرهاب. وبالتالي يعني المجتمع ديالنا خاصو عمل ديال التحسيس ديال التكوين ديال التأطير كثير يعني في هذا المجال من أجل الحفاظ على ذاكرة الضحايا، وخاصة أن الضحايا يعني يعكسون الحقيقة ديال البلد بحال المغرب، لأن الضحايا اللي عندنا هم إما أبناء هذا الوطن أو حتى أجانب جاوا لهذا البلد بغاية التعرف على شعبه وعلى هذه اللي يعني أدوا ثمن حياتهم فيه. بالتالي ما بين هذه الوقائع الذاكرة ديال ضحايا الإرهاب في المغرب هي ذاكرة يعني تشترك مع الإنسانية جمع حول هذه الظاهرة في المحاولة ديال تخطيها والتغلب عليها وعلى الجروح اللي كتخلي. في أي دولة تنقوم مثلا واحد يعني بحال تمثال بحال واحد ذكرى لهذه الضحايا تاع الإرهاب؟ في الدار البيضاء كانت هذه الخطوة هذه، ولكن ما تمش يعني التعريف ديالها بشكل كبير، علاش في رأيك؟ بصدق والله ما نقدر نقول لك، ولكن في نظري أنه الجمعية على الأقل سهرت كل سنة على إحياء الذكرى ديال 16 مايو هنا في الدار البيضاء أمام النصب التذكاري بواحد المجموعة من الطقوس والمشاركة ديال عدد من أطراف مكونات المجتمع المدني البيضاوي. بالتالي يعني كاينه محاولة ديال المتابعة هذا الموضوع، خص مجهود وخص هذا هو مثلا حتى هذا النشاط هذا يندرج في هذه الرغبة في إحياء الذاكرة ديال الضحايا وعدم نسيان يعني الوقائع ديال هذه الأحداث الأليمة اللي يعني هي اللي كتجعل الاستهانة بها هي اللي كتدفع الناس للاستمرار في واحد لا مبالاة إزاء الظاهرة ديال الإرهاب والفكر الإرهابي والتطرف يعني السياسي اللي كيصاحبه أحياناً.